أنا اللي بشكرك يا دكتور عمرو، وأرجو إنك تجيب لي المثلث اللي أنت اللي بدأ من أول اللي بينتهي بتجهيز يعني إنسان قادر على إنه هو يعمل الهرم، المثلث الهرم ده الأولاني خالص اللي أنت كنت بتتكلم عليه، من أول الشمول لغاية لما يوصل لأعلى مستوى. حاضر. أول أفتكر يعني طب لغاية لما المثلث زي يجي الأولاني خالص اللي هو في التخصصات اللي احنا بنتكلم عليها. أيوة اتفضل. هو ده مش كده؟ تمام. أنا قلت إن احنا نتكلم عن ده شوية، لأن حتى الـ الأرقام اللي ذكرها دكتور عمرو في العوائد اللي تحصلنا عليها لا تتناسب مع حجم وعدد الناس اللي في التعليم عندنا او المتخرجين. توافقني على كده؟ تمام يا فندم. هي يعني محتاجه بناء سنوات ورا سنوات وخبرات ورا خبرات. طيب انا بجيبه هنا ليه؟ لان انتم لما تشوفوا من اول مصنفوا البيانات لغايه مصمم الدوائر الالكترونيه ده اعلى مستوى، مش كده يا فندم؟ صح يا فندم. طيب انا عايز اقول لكم ان احنا هنشوف في الفتره الثانيه مجموعه من الشباب اللي هم ممكن يكونوا في اعلى مستوى، وده اللي احنا بنستهدفه. لكن واحنا رايحين في الـ في الـ في التعليم ده اللي احنا بنتكلم فيه، انا بتكلم كل المصريين، ثقافه التعليم اللي احنا ماشيين بيها، ثقافه التعليم وليس مناهج التعليم اللي احنا ماشيين بيها، ثقافه التعليم محتاجه ان هي تتطور وتتعدل. كل هدفكم ان الولاد يبقوا معاهم والبنات معاهم شهادات، وبعدين ما بقاش في فرص عمل ليه. النهارده بعد ما بنشرح الشرح ده وبنتكلم في النقطه دي، بقى في عليه مسؤوليه مننا كلنا، من الحكومه، من الاعلام، من الاسر، عشان نبقى فاهمين ان احنا عندنا فرص حقيقيه وممكن نكون ماشيين في مسار بنتعلم بيه، ولكن التعليم ده ما بيحققش المطلوب. يسمح لي الدكتور خالد اتكلم عن الجامعات اللي احنا عملناها في هذا المجال خلال الثلاث سنين اللي فاتوا وحجمها بما فيها الجامعات الاهليه، ثم حجم الاقبال اللي احنا شفناه. اتفضل. احنا فندم في هذا السياق طبعا احنا فتحنا حوالي 18 كليه معنيه بهذه التخصصات الحديثه في من الجامعات الحكوميه، والمعني بها كليات في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسبات، سواء في كلية العلوم أو في كلية الحاسبات والمعلومات أو في كلية الهندسة، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية الجديدة، جامعة الجلالة وجامعة سلمان وجامعة المنصورة الجديدة وجامعة أيضا العالمين الجديدة، كلها فيها كافة هذه التخصصات. ننتظر في خلال 3 سنوات من النهاردة عند تخرج هؤلاء الطلاب أن يكون هناك كتلة حرجة من الطلاب المصريين القادرين على التعامل مع كافة هذه التخصصات، بالتعاون أيضا مع جامعات عالمية في هذه التخصصات، وبيتم تدريبهم على أرقى مستوى. هذا بالإضافة إلى جامعات التكنولوجية الجديدة، سواء جامعة الدلتا في أوسنا أو جامعة بني سويف أو أيضا جامعة القاهرة الجديدة، و6 جامعات جديدة اللي هيخشوا خدمة إن شاء الله خلال هذا العام في المنصورة وفي برج العرب وفي شرق بورسعيد وفي أيضا 6 أكتوبر وفي مناطق أخرى كثيرة، سواء أسيوط أو في مدينة طيبة في الأقصر. كل هذه الجامعات الجديدة يوجد بها برامج متطورة تحاكي ما تقدم به معالي وزير الاتصالات، ولكن كما ذكرت سيادتك في بداية الأمر كان هناك صعوبة في إقناع الطلاب وأسرهم على الدخول في هذه التخصصات التي هي مستقبل التخصصات على مستوى العالم. عانينا من هذا من خلال العامين الماضيين، لكن رصدنا العام الماضي أن هناك بدأت التغيير في الوعي وتغيير في ثقافة المجتمع وثقافة الأسرة في الدخول في هذه التخصصات، بعد أن تم يعني عمل كثير من الكلام والدعاية والندوات التي توضح أهمية دخول الطلاب. زي ما سيادتك تفضلت
يمكن ما كان يطلق عليه كليات القمة بالأمس ليس بالضرورة هو المستقبل لهذه الكليات طبقا لنظريات التوظيف ونظريات فرص العمل، ليست فقط فرص العمل المحلية ولكن أيضا الإقليمية والعالمية. فنحن الآن على استعداد لتقديم كوادر وخريجين على مستوى راقي جدا في خلال السنوات القليلة القادمة يستطيعوا أن يخدموا الدولة المصرية في كافة المشاريع الرقمية، وأيضا يكونوا قدرة تصديرية لعمالة مدربة ليست فقط في مصر ولكن في الإقليم، ويمكن أيضا لتعويض هذه التخصصات على مستوى الدولي. فنعت سيادتك فندم، وأيضا من خلال مبادرة ستعرض على سيادتك خلال أيام لتدريب وتأهيل طلاب في الجامعات المصرية قبل تخرجهم على كل المهارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتصميم البرامج والتسويق الرقمي وفي هذا السياق. فنعت سيادتك إن شاء الله خلال الأعوام القليلة القادمة ستكون هناك قوة كبيرة جدا لشباب مصري مؤهل لهذه التكنولوجيا. شكرا. أنا اللي بشكرك، وأنا حبيت أخلي الدكتور خالد يطرح، اتفضل استريح، يتكلم في النقطة ديت عشان أقول لكم إن الجامعات أو الكليات المطلوبة لهذه الدراسات متوفرة دلوقتي، واللي إحنا محتاجينه إحنا كدولة إحنا كمجتمع إن إحنا نبقى مقتنعين إن المستقبل كله وفرص العمل الحقيقية متاحة من خلال الدراسة في هذه، اللي انتوا قد تجدوا ان اسماء العلوم اللي بتقدم تكون غريبة عليكم، مش كده دكتور خالد؟ تكون غريبة، فالناس يقولك هعلم ابني ايه او هعلم بنتي ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ لا، ده الكلام ده كله هو ده المستقبل الحقيقي والتعليم الحقيقي اللي احنا محتاجين كلنا. انا بشوف مثلا ان احنا بنبقى احيانا مقصرين في الاعلان، ومش الدعايه ولكن نقول ايه اللي هو ازاي ان انا اسوق الكلام المهم للدوله. يعني انا شفت مثلا برنامج في التلفزيون اسمه الدوم، لما هذا البرنامج يشتغل ادى فرصه كبيره جدا ان احنا نشوف يعني مهارات جميله جدا في شبابنا وشاباتنا، وقدر يجيب معهم من كل الاقليم في مصر او من كل مناحي الدوله المصريه ويقدمهم والناس تشوفهم، وبالتالي اتحنا لهم منصه، والكلام ده اتاح شكل من اشكال التسويق للفكره. طب انا النهارده ما اقدرش اعمل برنامج زي ده للمواضيع دي بالفعل عشان ادي فرصه. حاضر. عشان ادي فرصه، انا بتكلم على التلفزيون مش على فقط منصات جوه، لا انا بتكلم على وسائل الاعلام بتاعتنا. انا ما اجيبش الولاد والبنات او الشباب يعني الشاب والشابه اللي تميزوا في هذا الامر والقي الضوء عليهم واتكلموا معاهم عشان اخلي بقيه الشباب اللي موجودين في الدوله المصريه وكل النشئ اللي طالع يبقى عنده الحلم ده. مش كل الدولة هتتعلم كده يعني، ولكن عشان ناخد نصيبنا. هو المقارنة دايما بتبين حق المستوى، صح كده؟ صح. لو أنا النهاردة حط الدكتور عمرو الرقم اللي هو بيشايفه تطور كبير، وهو تطور كبير ما فيش كلام، ولكن حطناه بدول أخرى قد تكون عدد سكانها يساوي 5% مننا، صح كده؟ صح. بيجيبوا كام بقى؟ أكتر مننا، بينمو أسرع مننا. لا أنا بتكلم دخول كام؟ الصادرات الرقمية فن؟ من غير ما أجيب أسماء الدول. بالنسبة للصادرات الرقمية مثلا؟ لا، في 2 مليار و3 مليار لا، أرقام أكبر من كده بكتير. لا 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 لا، لا. وفي دول بقى متقدمة بتوصل يعني لـ200 يعني مليار، يعني في دول فيها 500 ألف بيجيب أكتر من 35 مليار دولار في السنة. في دول فيها 3 مليون بيجيبوا 130 مليار دولار في السنه، مش كده؟ تمام. فاحنا فين؟ واحنا فين بنقولها كده؟ شوف انا مركز قوي معاكم في الموضوع دوت عشان المصريين مهتمين جدا بالتعليم. الاسر اللي بتاخد ولادها وتروح تقف في الدروس اللي بيدرسوها لها ومصرين على ان هم ينجحوهم في الاعدادي والثانوي، ده بيعكس وعي مصري مجتمعي
بالتعليم. اللي احنا بنتكلم بيه انا عايزك تهتم بس برضو في الايه باستهداف بقى. بايه باستهداف، بدل ما النهارده تبقى عايز فقط تركز مع الـ يعني الـ الطلبه او الطالبات في الـ على الـ انه دايما بتركز له على ناخد شهاده، لا تقول له اني شهاده ونشتغل معاه على كده. والتلفزيون كوسيله يشتغل في برنامج اسمه العباقره بيجي في التلفزيون، البرنامج ده استطاع ان هو خلال سنوات قليله سنتين ثلاثه يمكن ان هو يلقي الضوء على حاجه معينه وتطور اكتر من كده. انا بتكلم كده عشان التلفزيون، كل التلفزيون المصري وكل القنوات سواء كانت قنوات عاديه او قنوات خاصه. انا قلت الكلام ده قبل كده وما حدش يزعل مني، انتوا لقيت كل القنوات جايبه مطابخ، مطابخ المطبخ والتشيف، حد تزعلوا مني ولا ايه؟ انا غلطان يا جماعه؟ طب هاتوا لنا مطبخ من ده، حد يعمل لي لمؤاخذه في كل برنامج كل يوم بيتكلم على الحكايات ديت. يا جماعه انتوا بتتكلموا على الاكل، هو احنا مستنيين حد يعلمنا ناكل؟ لا احنا لا انا بتكلم صحيح والله، يعني احنا محتاجين يعني مش ممكن كده. كل ما ادور التلفزيون الاقي المطبخ يقول لي وحاطط ال، انا مش ضد لحسن حد يفهمني غلط، لا والله، بس كده وكده يعني، هاتوا حاجه كده وحاجه كده. فانا اقصد اقول عشان ننقل ونقدر نغير الثقافه بسرعه لمواطنينا. بالمناسبه طب انا ممكن كنت خليت الدكتور عمرو يتكلم في الموضوع ويستقبل زي ما يستقبل وخلاص، لكن احنا بنتكلم كده وقعدنا وبنكرر وبنجيب ولسه هنتكلم تاني، عشان لازم نغير الواقع اللي احنا فيه. شوفوا احنا ما عندناش ثروات، وانا بقول لكم كلكم عشان ما حدش يتوهم ان في الدولة المصرية ثروات. وانا كنت اثناء الترشح جبت شيخ البحث والتنقيب، كان هو توفى يعني، كان عنده ساعتها 85 سنة، فبقول له قول لي ايه اخبارنا في يعني على خريطة مواردنا من الثورة المعدنية. قال لي احنا عندنا ثلاث حاجات عشان اريحك. ثروة يعني حجم هائل، لكن ممكن يبقى عندك شوية بترول شوية غاز يعني، لكن عشان يبقى عندك كميات تقدر تقول إن هي تمثل دخل ريعي حقيقي، لا احنا عندنا رمل وعندنا رخام وعندنا حجر جيري. أقول تاني، وكل الناس اللي معنيها بهذا الأمر يردوا علي ويقولوا لي حاجة غير كده. أنا بتكلم على ثروات يعني تطلع منها حاجات بمليارات الدولارات سنويا. إذن أنت ما عندكش في مصر غير أنك أنت تعمل وتدور على الأفكار وتطورها وتشتغل عليها عشان تغير من حياة الناس وتعظم دخولها. لكن إذا كنا هنبقى دايما ماشيين حتى بالمسارات اللي أنتوا تعتبروها جيدة هتبقى مش كفاية، هتبقى مش كفاية. ليه مش كفاية؟ لأن احنا عدد سكاننا كتير والطلب لتحسين الدخول في فرق بأنك أنت تتكلم ليه أنا بحلم باللي هنا؟ ليه؟ مش كده يا فندم؟ تمام. ده بياخد كام؟ يعني هنعرض يا فندم في الجزء الثاني يا أخي اجي تعالى بيبتدي من 15 ل 20 ألف جنيه في بداية أول ما يتخرج، وبعدين يوصل لحد 5,000 و6,000 دولار و10,000 دولار في الشهر. كويس. انا النهارده بقول كده ليه؟ لان احنا دخولنا في مصر، وانا بعترف بده لان هو ده حالنا، كام؟ يبقى دخول المواطن المصري بصفه عامه دخول مش كبيره، وبالتالي الناس بتشعر باي ضغط في الاسعار بتتاثر بيه. فحد يقول لي طيب ما انت عارف اهو، صحيح يعني انت عارف ان الظروف صعبه، صحيح، بس ده خيار من اتنين.
يلغي الكلام ده كله وضيع مستقبل البلد دي وأي تقدم وأي تطوير حقيقي لتغيير حياتنا، أو أن أنا أعمل الاثنين، أيسر ما أمكن حياة الناس يا دكتور مصطفى بأن إحنا يعني مثال. كنت لسه بكلم الدكتور علي من شوية بقول له هجموك على رغيف الرغيف اللي انت اللي هو المعدل ده اللي هم عايزين بيدرسوا يعني، فبقول له طب انتوا قلتوا للناس ان الرغيف ده بيتكلف 75-80 قرش اللي بيتباع بخمسة قروش؟ حد يقول لي انت بتتكلم في الحكاية دي هنا دلوقتي؟ انا بكلم المواطن المصري، بكلم بلدنا، بكلم الناس اللي هي امنتنا على نفسها وعلى مستقبلها، مش بكلم ما اقصدش اي حاجه. اللي انا بتكلم عليهم دول اهلي وناسي، اهلي وناسي اللي انا اتمنى ان انا اعمل لهم احلى حاجه في الدنيا، مش انا بس، انا اتصور كل انسان مصري مخلص في الحكومه في اي قطاع ما بنشوفوش حتى. لكن بقول لكم تاني النهارده الدخول البسيطه ديت مش هنقدر نعدلها غير بعمل وعمل محترف. لما بنيجي نتكلم والدكتور خالد اسمعني في ده، لما جيت قلت له عايز امايكن امتحانات كليه الطب، مش كده اول حاجه عملناها؟ ايوه يا فندم. طب كنا قول الهدف ليه؟ اولا نحيد العنصر البشري بالكامل اللي هو ايه؟ انا معلش يا دكتور خالد اسمح لي، ومعلش يا دكتور عمرو وقفتك كده. اتفضل. لا يا فندم شكرا. شوفوا يا جماعه احنا لما جينا اتكلمنا في الموضوع دوت مع الدكتور خالد من 4-5 سنين، قلت انتوا بتتكلموا على المجاملة والرشوة اللي ممكن تكون موجودة في جامعاتنا او في تعليمنا، مش كده؟ طب انت كنت تعملها ازاي؟ تعمل قوانين ولا تخش تعمل مش عارفين ولا تعمل نظم مختلفة في تقييم الناس، تقييم الطلبة، مش كده؟ فقلنا نبدأ بكلية الطب حتى نطمئن ان الناس اللي هتبقى مسؤولة عن حياة الناس في مصر يبقى مستوى التقييم بتاعهم قريب ما أمكن من الحقيقة، صح كده؟ حصل فيلم. طيب لما جينا نعمل ده قال لي ده الموضوع ده هيكلف كتير. حد تاني يقول لي إيه أنت طب بتكلفه ليه؟ طب ما تخليهم ادي أكل وخلاص وسيب البلد دي على كده، سيبها تطلع اللي تطلعه. والله أنا هقف قدام ربنا وهيكلمني وهقول له أنا عملت كل ده ليه عشان أعمل إنسان حقيقي في البلد ديت. إنسان إيه؟ حقيقي يعرف قدراته الحقيقية، بدل ما يقول لك أنا كتبت وما ادونيش أو كتبت وادوني أكتر. لا، أنت اللي هتكتبه هتاخد درجتك وأنت قبل ما تطلع، مش كده يا دكتور خالد؟ كانت الفكرة. يبقى بعمل شفافية، يبقى بكافح مش حول فساد لكن بكافح أي تجاوز، وبحاول ما أمكن أحط الطالب وأحيد العمل المسؤول يعني عن الاختبارات والكلام ده، أحيده خالص بقى الطالب عرف ما إمكانياته في التعليم. علاقة ده بدأ إيه؟ لأن احنا قلنا هنعمل ده كل ده في كل جامعات مصر، صح كده؟ 11 مليار جنيه يا فندم سيادتك صدقتنا عليهم، وبدأنا بالفعل في المرحلة الأولى وانتهينا منها زي ما تفضل الدكتور عمرو قال بتعامل وزارة الاتصالات، انتهينا من كافة القطاع الصحي ليس فقط كلية الطب لكن الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض. وبالفعل واحنا بنتكلم دلوقتي انتهت امتحانات الطلاب في هذه الجامعات كلها بشكل مميكن، مش بس كده احنا انتهينا من حوالي 40% من باقي القطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية اللي يمكن فيها أعداد أيضا لا تقل عن أعداد العلوم الطبية. وسيادتك إن شاء الله في خلال أقل من سنة من النهاردة وكل زمايلي من رؤساء الجامعات بيعدوا الأماكن حتى تستطيع أن تستوعب آلاف من الطلاب. احنا بنتكلم على بنية تحتية معلوماتية من 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 كابلات وألياف ضوئية في كل الجامعات، ليس فقط في الجامعات الحكومية الحالية ولكن أيضا 11 جامعة أهلية بيتم
الانتهاء منهم لدخولهم الخدمة في خلال هذا العام إن شاء الله مع بدايات الدراسة، بدأنا في كل الجامعات الجديدة سواء الأهلية أو التكنولوجية بالبنية التحتية المعلوماتية وتأهيل مراكز اختبارات مميكنة. لحد الوقت فقط في الجامعات الحكومية 11 مليار جنيه تم استثمارهم في هذا المجال حتى نستطيع أن يتم اختبارات مميكنة بدرجة عالية من الشفافية. ومش بس كده كمان، لأنها بيتم التعامل والتعاون مع الجهات العالمية في هذه الاختبارات، ويستطيع الطالب المتخرج من النوع ده من الاختبارات أن يكون معتمد من كثير من الهيئات الدولية. اتفضل استريح. أنا حبيت بس أقول لكم أن عملية إعادة صياغة الإنسان وتطويرها هي عملية ما تتقالش كعنوان فقط، لكن بتتعمل له إجراءات كتيرة جدا جدا، وبتتحط له الموارد المطلوبة. الموارد المطلوبة اللي أنا بتكلم عليها ديت، في بعضنا يقول لا، يعني أنا أحد يعني كنت بتكلم مع حد فقال لي يا فندم جي وقفوا من فضلكم المشروعات القومية وأكلونا بقى. طب ما احنا بنأكل. ولما جه الدكتور علي قال لك ندور في حاجات كتيره، الناس عامله دراسات وابحاث في حاجات زي كده، الناس هجمت الدكتور علي وقالوا له انت مين عشان تغير مزاج المصريين؟ مش قالوا كده؟ انت مين؟ هو ده النقاش اللي احنا بينا وبين بعض والحوار اللي احنا بنتلكه، ازاي نتكلم مع بعضنا؟ انا مش بنافع عن الدكتور علي ولا حاجه، لكن انا بتكلم على احنا بنفكر ازاي. وانا قلت لكم وبقول لكل المصريين، اللي عايز يتصدى لنقاش حقيقي حول الدوله المصريه لازم يكون بنى سياق فكري كامل عن الدوله المصريه، بحيث ان هو ما يبقاش ياخد جزء ويسيب أجزاء، وبالتالي يبقى الكلام مش كامل، مش واضح، وفي النهاية أنت بتطرحه على الناس وكأن ده حقائق، وكأن ده إيه؟ حقائق، وكأن الناس اللي موجودة هنا مقصرة. لا، الموضوع على بعضه كله. أنا بس حبيت أقول ليه إحنا ألقينا الضوء، عشان ثقافة التعليم واهتمام الأسر تتغير، عشان نعطي تعليم حقيقي، عشان نبقى احنا امام يعني اولادنا وبناتنا عملنا ما يمكن، لان انتوا كده كده بتعملوا وكده كده بتقعدوا وكده كده انا اسف يعني مش عارف اقول بتعملوا الجمعيات عشان تصرفوا على الدروس الخصوصيه. ما احنا كلنا مواطنين مصريين بساط، يعني الكتله الغالبه كده مش بتعمل كده يا دكتور مصطفى؟ ولا انتوا من معالق الذهب ولا ايه؟ معالق ذهب يعني ولا ايه؟ لا، انا بتكلم عن المواطنين المصريين كلها، انا بضحك مع الدكتور مصطفى. يعني ارجع تاني اقول يا جماعه، لبناء دوله الطريق بيبقى طريق كله صبر وعمل وتضحيات، صبر وعمل وتضحيات. ما فيش حاجه تقدر تعملها وانت ما بتجريش الجري ده. احنا النهارده الدكتور خالد بيتكلم على جامعات اهليه، لا مؤاخذة يعني كم جامعة في خلال قد ايه؟ يعني احنا وصلنا فندم تقريبا 40 جامعة في خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا، ما بين جامعات اهلية وجامعات دولية وجامعات تكنولوجية. كم؟ حوالي 40 جامعة فندم. ده مش كلية، ده بالاضافة الى 400 كلية كمان. لا ده انا بقول بس عشان الناس تبقى يعني الجامعة هنا جامعة بكلياتها. هو احنا مش خلصنا زويل المرحلة الثانية والمصريه اليابانيه كمان؟ لا خليني بس حته كده. زويل كانت هتتعصر تماما طبعا بعد وفاه العالم الجنيد الدكتور احمد زويل، لكن سيادتك يعني قصدت ان هذا الصرح الكبير يكمل، وكان في المفترض من البدايه بتاعته ان هو يعتمد على التبرعات، ولكن سيادتك صدقت ب 4 مليار جنيه للانتهاء من المراحل المختلفه. وبالفعل جامعه زويل الان يعني تقوم بعمل يعني يمكن يعني فاق التصور حتى يا دكتور خالد. جامعه زويل في مرحلتين، المرحلة الأولى 4.5 مليار والمرحلة الثانية 6.5 مليار. يا دكتور مصطفى خلي بالك. أيوه. الجامعة اليابانية كانت بقالكم كم سنة شغالين فيها؟ حوالي 3 سنين يا فندم. لا 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 لا، التاريخ بقى من 2010.
مش كده؟ أيوة. النهاردة أنا مستني التصميمات عشان تتعمل، مش كده؟ ولا أنا شغالين في 14 كلية يا فندم؟ أنا يا فندم أنا بكلم للمصريين تسمع، تسمع إزاي تبنوا دولة، إزاي تعمل دولة. طب بقى ما فيش فلوس خلاص، خليها بقى كده عشان الدكتور أحمد الله يرحمه قال لنا أنا اللي هجيب التبرعات بتاعتها، وجاب لي 500 مليون جنيه، وبعدين يعني يا ربنا يا رب يرحمه أصيب يعني تعب ويعني ورحلة علاجه وبعدين توفى. طب إحنا نسيب الجامعة ما تتعملش؟ سيبناها؟ لا يا فندم. وبالمناسبة المرحلة الثانية 95% خلصت، خلص مع الهالندسية 5% اللي فاضلين عشان نوري المصريين إيه اللي بيتعمل في البلد دي. اللي بيتعمل في مصر ده أمر غير مسبوق ومعمول بالله. معمول بإيه؟ عند ربنا. بالله، بالله. ولي الشرف والعزة وكل الرضا على دعمه إن أنا أقدر أعمل الكلام ده. اوعى تفتكروا إن أنا بزايد أو بدعي، على الله ربنا يعلم اللي في قلبي إيه، وأنا الوحيد ودكتور مصطفى يزعل اللي شايف بيتعمل وبيتعمل إزاي. الدكتور خالد راح ساب 11 جامعة وجاب لي قرشين للدمو الهلندسية وقال لهم يلا ربنا يوفقكم. الله، طب ال 11 جامعة دول يا دكتور اللي انت عايزهم انتوا كنتوا حاطين حساب ليهم مش عارف 25.5 مليار لكل جامعة، مش كده يا دكتور مصطفى؟ وبعدين ايه العملية، الأسعار زادت والدنيا لو ما تدخلناش يحصل ايه؟ مشروع خلاص بقى يقفوا بقى كده، لا اللي دفعناه نفع ولا المنشآت هتنفع، لازم تخلص. وسبتمبر ده وانا ده تعليماتي للهيئة الهندسية انها لازم تخلص. دكتور معيد قاعد هناك ملوش دعوة بيا. اه والله قاعد يبص لي وخلاص، مش كده يا دكتور مصطفى ولا ايه؟ مش كده؟ مش انت بتاع الفلوس؟ قاعد تخش على قنوات تخش على قنوات التلفزيونية يعني بتشتكي، مش كده؟ لا لا، البلد دي حماها ربنا وهيحميها ربنا، البلد دي حماها ربنا وهيحميها ربنا وهيساعدنا في بناها ربنا، وتبقى في مستوى تاني خالص خالص. وبكره بكره ان شاء الله تشوفوا ده بيتحقق بفضلك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.